بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم متابعي صفحتنا راك في السوق. كما عودكم فريق العمل اليوم رانا مباشرة من سوق دجلة بين السيارات المستعملة. اليوم 29 ماي 2021، السوق الأول بعد شهر رمضان، لأنه بعد العيد كان ما كانش هناك سوق، والأسبوع الماضي ما كانش هناك سوق، يعني تقريبا شهر بدون سوق للسيارات المستعملة. كما راكم تشوفوا معنا السوق مازالوا مكتظ، دخول عدد كبير من السيارات المعروضة للبيع. الساعة راها تشير لحدود 10 صباحا تقريبا، راهي 10 تاع الصباح، دونك عرف دخول عدد كبير من السيارات المعروضة للبيع. البيع مازال تجور حابس. الاسعار نقدر نقولوا مرتفعه مقارنه بالسوق الاخير، سوق تجلابين، مع ايضا هناك كما نقولوا حنايا عزوف شراء السيارات. تقريبا السيارات كلها يعني تساومت برك، ما كاش بيع في السوق اليوم. دونك على العموم نذكروا برك اللي وصلوا معنا للصفحه، رانا معكم فريق راك في السوق توجور. اليوم رانا في سوق تجلابين للسيارات المستعمله. السوق عرف دخول عدد كبير من السيارات المعروضه للبيع، ايضا عدد الزوار كان عدد كبير ايضا. البيع مازال توجور حابس، مازال ما تسرحتش الحاله. لي بري مازالوا توجور نقدروا نقولوا طالعين شويه بارابور السوق اللي فات، او مستقرين يعني نوعا ما في هذاك الارتفاع اللي عرفاته من الاسبوع الماضي. على العموم هذه هي. السلام عليكم، او طالعنا عم اخي رضا اتيك رضا. شفنا 208 جديد 2014 ماشيه 100 شحال داكور، ما تلاقيت بها ما عنديش لو بري كليو 2014 شحال دار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام جمال مرزاق. دونك هذه هي. دونك نذكركم برك بلي رانا اليوم من سوق تجلابين للسيارات المستعمله. نخليكم مع الادمين سترايك يكمل معكم البث المباشر. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العوده اليكم من ادمين سترايك. نقراو بعض التعليقات. كليوكات 2014 شحال دارت؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كليو دو ايسونس اني 2006 دينا جام بارطاجي من لا فيديو حمال ديكم. فوالا كما ذكركم الاخ شيفت، رانا مباشره من سوق سيارات تجلابين للسيارات المستعمله. كما راكم تشاهدوا دخول قوي للسيارات اليوم ومن شتى الانواع، وخاصه سانديرو وكليوكات والإبيزا، يعني هادو لاحظناهم كاين بزاف في السوق تاعنا. كيما راكم تشاهدوا دوك نعطيكم نظره هاي بري على السوق. فوالا نعم خويا بولو لايف 2013. بولو لايف 2013 يا خو راه يدير اونتر 90 95 على حسب كيلومتراج، تلحق حتى ل 200 210، سا ديبون كيلومتراج تاعها خويا. تعيش بولو لايف، انا قلنا لك لوغان 2016 ما تلاقيناش بها الاخ. السلام عليكم، الاسعار من فضلك وبارك الله فيك. ستيب واي 2019، شوف ستيب واي 2019 راهي توصل حتى ل 250، عندك من 200 حتى ل 250، سا ديبون كيلومتراج. كاينه وحده 255 ماشي 34000، وشنو التكرود في التكرود. سلام خو، شفنا ايبيزا 2017 شحال دارت خو؟ ايبيزا 2017 راهي تدور في 200 190 هذوك الجوايه. لونسيان موديل 208 اتش دي شحال واصلين؟ 208 اتش دي واش ملاني 2015 راهي تدور في 80 85 هذوك الجوايه. شفنا باسات سي سي 2009 والله ما لقيناها، خليها تصدي بارك الله فيك. السلام عليكم اخي اتوس 2007 شحال دارت الاتوس خويا؟ سا ديبون كيلومتراج، انا نقول لك اتوس كيلومتراج وسبيغه هي الصح، لاني ما تعنيش بزاف. ديرونا جون بارطاجي من لا فيديو خوتي حمال ليكم. رانا مباشره من سوق السيارات تجلابين للسيارات المستعمله. نعطوكم بعض الاسعار. داسيا سانديرو في النوفو راهي دير 290 2021، اللي هبطوها من فرنسا راهي دير 290 295 هذوك الجوايه.
عندك سامبول 2017-2018 اميدورو اونتر 65 حتى 75 80 كيلومتراج اونتر 100 ميل 90 ميل 120 ميل هذوك الجوايا الصبيغه. انا كي نعطيكم الاسعار هذو ديروا في بالكم بلي ما كاش صبيغه في الاسعار هذو ما كاش صبيغه فوالا. واش ثاني عندكم الايبيزا كما ايبيزا الافار والهايلاين راهي يدوروا اونتر 290 حتى 300 320. غادي نحكي لكم في 2019 فوالا. سامبول 2020 شوف سامبول 2020 في الدي سي راهي دير 250 255 كيلومتراج اونتر 43000 50000 39000 هذوك الجوايع. كي كان السوق ما كانش وين تحط رجلك كي كان سوق سوق ما كاش متحس صح كي كان سوق سوق اكزاكتومون الاخ دوكا كاينه معمر سطاد ولونغار مي كي تروح جهه القبائل الفوق ما تلقاش معمره بزاف مي هذه هي ما كاش طوموبيلات بزاف ما دخلوش شحال عندنا دوكا واحد العامين ما السيد الجزائر ما دخل حتى سياره. حنا توقعوا ان شاء الله في سبتمبر دخول سياره في سبتمبر وان شاء الله في اخر. شفنا سانديرو ديازل 2018 شحال دير سانديرو ديازل 2018 راه يضرب 90 200 هذوك الجوايع. السلام عليكم حبيبي كونغو فيتري 2017 شحال دار 2019 اخي 2019 عطاولو 290 فيتري 2019 عطاولو 290 توجور راكم مع فريق راك في السوق رانا مباشره من السوق السيارات تجلى بين السيارات المستعمله. مانوتيزان 2006 ولا غير مانوتيزان 2006 غاليه لقينا وحده ما فيهاش صبيغه يضر في 60 65 هذوك الجوايع. 308 اش دي الور نو ما سمعناهاش الاخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكسنت 2012 فيها روتوش شحال السومه الاخ اللي سمعني على الاكسنت لقينا حدا 2013 ماشيه 200000 عطاولو 130 فوالا. بارتنر 2013 بيناف فيتري نو وقت قولي تاع الطولي 2013 طولي يدور سا دي بون يدور 130 حتى 150 160 هذوك الجوايع فوالا. خاوتنا ديرونا جيم بارطاجيونا لا فيديو كنتو مباشره مع سوق السيارات الجلابين للسيارات المستعمله. ديرونا جيم بارطاجيونا لا فيديو راكم مع فريق راك في السوق. ترقبوا الاسعار على الساعه 9 ان شاء الله حوالي 9 ان شاء الله مساء. كونوا في الموعد. شكرا لكم ودمتم في رعايه الله وحفظه.